موضوع تاني مهم ابتدى ان هو يتقال وتقارير صحفية ابتدت تطلع ان في ازمة ومشكلة وحدوتة في اخر معسكر لمنتخب فلسطين خاصة بوسام ابو علي مهاجم النادي الاهلي واحد اهم العناصر في المنتخب الفلسطيني. يهمنا جدا ان احنا نعرف ده ليه؟ لان بطبع وسام ابو علي هو مش اللاعب ده، مش اللاعب المثير للمشاكل، مش اللاعب اللي ليه تصريحات فجة، مش اللاعب اللي ليه تصريحات خارج الصندوق، لاعب عارف قيمة ناديه وعارف قيمة منتخبه، لاعب بيركز في أرض الملعب. والحقيقة إن كان يهمنا جدا نعرف هي إيه المشكلة وإيه الحدوتة. وفي تصريحات خاصة لصباح أون تايم قال جبر مدير منتخب فلسطين إن وسام أبو علي مهاجم النادي الأهلي لم يتسبب في أي أزمة في المنتخب تماما، ما حصلش أي مشكلة من وسام في التجمع الأخير. وبيقول المرة الأولى اللي أسمع عن وقوع مشكلة في المعسكر الحقيقة، وإن ده شيء غير حقيقي وما حصلش ولا من قريب ولا من بعيد، الأمور كلها ماشية على خير وماشية على ما يرام، الأمور كانت في سياق ودي من غير أي تجاوز من أي لاعب، وأسامة أبو علي ابن من أبناء المنتخب والبلد وبيتمتع بقدر كبير من الخلق الحسن. ومعرفش مصدر الأخبار دي إيه، وكان وسام أبو علي طبعا تعرض زي ما حضراتكم عارفين للإصابة في المباريات الأخيرة، سواء كان على مستوى القدم أثناء تواجده في المعسكر الأخير ضمن التصفيات الأسيوية المؤهلة لكأس العالم، وده سبب عدم مشاركته كمان مع النادي الأهلي في المباراة الأخيرة. فطبعا كل الأمور دي غير صحيحة تماما، ووسام أبو علي من اللعيبة الملتزمين مع منتخبه ومع نادي النادي الأهلي، بنتمنى له كل التوفيق. والحقيقة يعني بنزعل قوي دايما لما بيكون في لاعب متميز ومنور وناجح ويكون دايما في محاوله كده للشائعات ان هي تطوله، ولكن ده طبع كره القدم وطبع اي شخص ناجح بشكل عام. بنتمنى له كل التوفيق.